بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله، وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم، يا من يعلم ولا نعلم. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه التي بشرف الرسالة فضلتها وبكرامتك أجللتها وبالمحل الشريف أحللتها. اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر الخفيف أن تصلي على محمد وآله، وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولة. نسألك الجنة برحمتك، ونستعيذ بك من النار فأعذنا منها بقدرتك، ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك، واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وأحسن أعمالنا عند اقتراب آجالنا، وأطل في طاعتك وما يقرب إليك ويحظي عندك ويزلف لديك أعمارنا، وأحسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك في من عرف يقينا رزقتني، واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته، شكرا لله شكرا لله شكرا لله. اللهم إني قصدتك بحاجتي